بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد بحلقه جديده خطيره. عاملين وصفتين سهلين ولذاذ، وبصوا حاجه كده شغل مطاعم جامد قوي. بص، اول وصفه هنعمل التشيكن رول، حلوه جدا جدا. هقول لك كل التركات بتاعتها وكل يعني الفكره كلها على بعضها. طبعا هي معروفه وبتتاكل في المطاعم بره، بس صدقوني ولا مره واكلتها في مطاعم غاليه ومهمه وكده، يعني والله ولا مره عجبتني في اي مطعم. ما بتعجبنيش الا بتاعه البيت بصراحه، فانتوا لازم تجربوها بنفسكم وشوفوا الفرق الرهيب. وانتوا عاملينها في البيت احلى بكتير، ان شاء الله هتعجبكم. والوصفه الثانيه هنعمل السيزر سالاد، لذيذه وسهله. الناس اللي عايزه بقى، كلنا خارجين من رمضان ومن العيد مش عارفين نروح فين، مش عارفين يعني نلم التخن من انهي جهه، فبناكل سلطات بقى. فالسلطه دي لذيذه جدا، ولو عايزينها تبقى هيلثي اكتر هقول لكم ايه الحاجات اللي ممكن نستغنى عنها علشان تبقى صحيه اكتر، ما الحكايه ما تتنيلش معانا اكتر ونتخن اكتر ما احنا تخمانين. بس كده فاصل بسرعه، وبعد الفاصل نرجع نعمل التشيكن رول. خليكم معانا. جيت هنعمل وصفة التشيكن رول، وصفة سهلة جدا، ظريفة جدا، لذيذة جدا جدا، أحلى من بتاعة المطاعم بكتير. أوقات الواحد وهو كان صغير شوية كان متخيل إن في حاجات كده لا يمكن الواحد يعملها في البيت زي المطعم، بصراحة مطعم بقى أعملها ومش عارفة إيه وبتاع، لكن بعد كده اكتشفت إن كل ده أي كلام، إحنا اللي بنقول كده لنفسنا، وده بيخلينا ما نجربش بقى، نقعد نقول لسنا يعني احنا هنطلعها يعني شباب يا جماعه خلاص نجيبها من بره بقى، نبقى ننزل نروح ناكل من بره، مش هنعرف نعملها. وهي اصلا لو اتعملت في البيت هتبقى تحفه وتجنن، فارجوكوا جربوها. انا معايا ايه بقى؟ معايا شرايح بانيه من الفراخ البانيه طبعا، بس مفتوحه نصين، يعني شريحه البانيه او صدر الفرخه يعني انا فتحته نصين وبقى ايه مفتوح زي الكتاب المفتوح كده، تمام، عشان اعرف احط فيه الحشوه واظبطه، وايه اقوم محطاه بعد كده في الدقيق والبيض والبقسماط. طيب ايه بقى القصه؟ الصدور الفراخ دي وهوريها لكم دلوقتي بندقها وبنحط لها ملح وفلفل وبابريكا عشان تبقى هي دي التتبيله. بعد كده بنحط على الشرايح دي جبنه شيدر، سوسيس مثلا متقطع مكعبات او مفروم او حتى طويل كده صحيح مفيش مشكله، معانا شويه جبنه موتزاريلا، ممكن شويه جبنه شيدر برده، ده هيبقى الحشوة بتاعتها. وبعد كده بندحرجها في بيض متخفف بلبن وبقسماط، او ممكن دقيق الاول وبعد كده البيض اللي متخفف باللبن وبعد كده بقسماط براحتكم. انا معايا هنا البقسماط وبيض متغلف بلبن، هيبقى اسهل ونعملها. وبعد كده بنحطها في التلاجة شوية حلوين ضروري، او في الفريزر، يا تتحط في الفريزر ربع ساعة يا في التلاجة على الاقل 5-6 دقايق قبل ما ابتدي احمرها. ويا سلام لو انت عاملاها قبلها مثلا من بالليل ولا حاجه، هتبقى متماسكه اكتر، لان الغلاف اللي احنا هنحطه عليها اللي عباره عن بيض باللبن والبقسماط هيبقى عامل زي السمغ، هيخليها ماسكه في بعضها ولا هتفك وقت التحمير ولا اي حاجه. تعالوا بقول لكم هنعملها ازاي على طول. انا جبت كيس ثلاجه فتحته كده علشان ما بهدلش الدنيا ولا ازفر الدنيا من الفراخ، بحيث ان انا اول ما اخلص ارمي الكيس وخلاص. هناخد شريحه البانيه، بصوا ادي معانا اهو، عايزه اوريكم شكلها. بصوا هي بتبقى اهو شريحه اللي هو البانيه العاديه، بتتفتح بالسكينه نص عشان تتفرد كده تبقى ايه مفتوحه كده بالشكل ده، تمام. اهو دي كانت صدر بانيه كده مقفول عادي خالص، فانا بالسكينه فتحتها وبقت كده اهو، تمام. هو ده كده شكلها. هنبتدي بقى نتبلها، هنحط لها عادي التتبيله العاديه خالص، ملح وفلفل اهو، هنرش رشه ملح كده ورشه فلفل وكمان رشه بابريكا. دي كده تتبيله الفراخ عشان تعمل لها طعم حلو. هتبلها برده من الناحيه الثانيه نفس الحكايه، ملح وفلفل وبرده بابريكا كده اهو، واتاكد كده ايه ان الفراخ اتبلت حلو قوي. بعمل ايه بقى بعد كده؟ بجيب شويه جبنه شيدر مثلا، الجبنه الشيدر اللي معايا دي هنا كده مبشوره اهو، احطها هنا كده. انا عندي هنا حته مفتوحه من الفراخ لو تاخدوا بالكم اهي باينه،
عادي جدا هتجاهلها وهلفها رول مفيش مشكله. ومعانا شويه من الهوت دوج المبشور، بصوا مبشور ازاي، فتحسوا كده ايه هيدي طعم حلو وفي نفس الوقت بتحكم في الكميه اللي انا بحطها. معانا كده شويه زيتون اهو، تمام. حاضر يا استاذه لميس، استاذه لميس قالت لي اولع الزيت. حاضر يا فندم. كده ايه بظبط صح عشان الزيت يلحق يسخن. ايوه استاذه لميس سردش اي حد. حطيت زيتون مفروم، دي كلها حاجات تعمل طعم للحشوه جوه ظريف جدا. بعد كده بعمل ايه، بقوم واخده الفراخ كده وايه والفها رول بس. طب انا بعد ما لفتها رول كده هقعد اتك عليها كده بايدي والمها من كل النواحي واقفلها هنا كده اهو. بعد كده معايا بقى البيض المتخفف بشويه لبن وعليه طبعا ملح وفلفل، ومعايا بقسماط. عايزين نحطها في شويه دقيق مفيش مشكله، استنوا اعملها بالطريقه العاديه. انا هحط هنا كده شويه دقيق اهو بالشكل ده، وهحط رشه ملح وفلفل على الدقيق كده، وهناخد الفراخ الظريفه دي ندحرجها كده في الدقيق، تمام. طبعا زي ما انتوا خدتوا بالكم في الاول وانا بقول لكم على فتحه الفراخ، فتحه الفراخ دي كمان الفراخ مدقوقه، ممكن تدقيها باي حاجه عندك، لو عندك المدق بتاع الفراخ واللحمه هيبقى ظريف، ده بيرقق الفراخ كده وبيخلي الانسجه بتاعتها ضعيفه وتتفتح بسهوله فيوصل لها التسويه المظبوطه. زي ما شفتوا انا غلفتها بالدقيق، تمام. هقوم رايحه على البيض اللي متخفف باللبن كده اهو، بصوا حتى وانا عماله ادحرج فيها ولا بتتفك ولا اي حاجه، واخدها على طول على البقسماط اهو كده، واقفلها بقى كويس من الجناب ومن كل حته اهو كده هنا كده، واتك عليها علشان تبقى مقفوله كويس قوي. بصوا الفتحه دي لما انا بتك عليها كده هتبقى مقفوله ومش هتفتح، تمام اهو بالشكل ده زي الفل. لما كمان بندخلها بقى التلاجة شوية بتفرق جدا جدا، بتخليها البيض اللي احنا حطيناه والدقيق والكلام ده كله يقفش عليها اكتر، فلما نحطها تتحمر تبقى متماسكة وتبقى زي الفل. ان شاء الله يكون الزيت سخن معانا كده. ايه واحدة هي كانت في التلاجة، بسم الله الزيت لسه مسخنش قوي، بس انا حطيتها زي ما انتم شايفين، المفروض ان الزيت يكون سخن درجة حرارته متوسطة، وعلى مهلي كده ايه اجيبها يمين واجيبها شمال لغايه ما اطمن انها اخدت لون حلو وظريفه جدا. لو حسيتي انها اخدت لون خلاص حلو مش عايزاها تغمق منك قوي، بعد ما تطلعيها من الزيت ممكن في صينيه فرن صغيره عاديه كده ترصيهم وتكملي تسويتها في الفرن، فده يبقى امان اكتر ليكي انها من جوه استوت. احنا عملنا قبل كده الوصفه دي بس بطريقه مختلفه، كانت مجرد بس طبقتين من الفراخ، ودي طبعا بتبقى بتستوي اسهل واسرع بالطريقه دي، لكن ما دام احنا هنلفها رول وفي كذا طبقه فراخ كده لفه على بعضها، فاحنا ممكن نخلي الزيت بس يديها لون حلو، وبعد كده نسيبها في فرن درجه حراره 180 لمده تقريبا 10 دقائق تكمل تسويتها وتبقى واخده اللون الجميل بتاع التحمير، فبتبقى خطيره ملهاش حل. نعملها بقى في سندوتشات، تتاكل كده نقطعها حلقات مثلا جنب مكرونه او اي حاجه براحتكم. بصوا الساندوتش اهي شايفين، بصوا هتلاقوا الفراخ من جوه مستويه، استاذه صبوره هتجيبها لكم اهي، الفراخ من جوه مستويه وشكل السوسيس باين فيها. نحط معاها بقى جرجير، نحط معاها شرايح طماطم، حته ساندوتش لذاذه اخر لذاذه. انا هفضل احمر دي واشيل اشيائي ونرجع بقى نعمل سلطه السيزر، سلطه سهله قوي لذيذه جدا، والناس اللي عايزه بقى تخس وتاكل سلطات وكده، فخليكم معانا بعد الفصل. بصوا بتاخد لون حلو جدا تحفه، بفضل كده ايه على نار متوسطه لغايه لما ولا فكت ولا نزلت الجبنه ولا اي حاجه. يعني الناس اللي بتبقى قلقانه لا دي هتفتح مش عارفه ايه، انت تتكي عليها بايدك كويس قوي
وخليها كده في يعني تتمرمخ كويس في الدقيق وفي البيض باللبن والبقسماط، ده هيخليها متماسكه. ولما كمان تتحط في الثلاجه زي ما قلت لكم او في الفريزر قبل التحمير على طول بتبقى افضل بكتير. هي كده اخدت اللون المظبوط، طلعها بقى كده سيبها تبرد ونقطعها مع بعض اهو. بس كده خطيره وريحتها حلوه جدا. بس كده هنعمل دلوقتي بقى مع بعض السيزر سالاد. بصوا انا معايا ايه، معايا شرايح من صدور الفراخ المشويه، لو هما كده ايه شريحتين زراف قوي ممكن نقطعهم او نحطهم كده زي ما هما عادي. بنشويهم ازاي؟ بنتبلهم بالملح والفلفل، برضو بصل بودره ثوم بودره، عايزه تحطي مثلا معلقه مستارده وتعملي كده الكلام ده كله الظريف وتغطسي فيه صدور الفراخ وعلى الجريل، تاخد لها شويه كده ظريفه تطلع زي الفل. ملاش الفراخ تبقى رفيعه قوي بتاعه البانيه لانه هي رفيعه هتنشف معاكي، عايزينها تبقى تخينه سنه صغنونه برضو مش تخينه قوي، فاهمين قصدي؟ تبقى تقطيعه شريحه الفراخ وسط ومشويه عادي خالص على الجريل زي ما اتفقنا، بتتبيله بسيطه ملح وفلفل، معلقه صغيره من المستردة، ممكن لو عايزه تحطي بقى بصل بودره او ثوم بودره مثلا تحطي معلقه ليمون بس مش اكتر من كده. طيب ومعايا بقى ايه تاني؟ معايا خس متقطع بايديا كده حتت كبيره، الخس كله تحسي كده ان هو ايه متقطع يعني حتت عشوائيه كبيره. إيه معانا كمان؟ عيش محمص. العيش المحمص تحمصيه بقى في الاير فراير، تحمصيه في الفرن زي ما تحبي، تقطع مكعبات كده، عيش بلدي ينفع، عيش شامي، عيش لبناني، براحتك اللي متوفر عندك. احنا عايزين نعمل سلطه بالمكونات الموجوده عندك في البيت فهتنفع مفيش مشكله. معانا كمان شويه جبنه رومي، هنحط ملح وفلفل ومستارده وفص من الثوم المفروم وعصير ليمون وبابريكا، وهنحط كمان كوبايه من الزبادي، هنحط كمان معلقتين من ورشسترشاير صوص، ده صوص ظريف جدا بنحطه في تتبيلات وبنحطه في السلطات، مش متوفر فكك منه خالص واعملي نفس المكونات من غيره تمام. بس كده شويه زيت زيتون بقى على الوش كده وخلاص، ونعمل سلطه السيزر سالاد اللذيذه جدا السهله قوي. عايزه احضر الدريسنج، اول حاجه هنجيب بوله كده لذيذه ونجيب المضرب ده، وعايزه بقى احط المستارده، وعايزه احط الزبادي كده اهو، مستارده والزبادي، وهحط الورشستر شاير صوص اللي انا قلت لكم ممكن تستغنوا عنه عادي جدا تمام، وهحط الثوم كده مش كتير، فصين بس ولا حتى فص واحد من الثوم مفيش مشكله، هحط كمان ليمون وبابريكا، تعالى يا عصير الليمون انت اهو كده، وهنحط بابريكا ونقلب الدريسنج ده كده حلو قوي، وزيت زيتون كده بس، ونقلبه. هو ده الدريسنج الظريف بتاع السيزر سالاد اهو. انا حطيت ملح وفلفل، حطيت طب الحمد لله، انا كنت بقى عماله افكر يا ترى حطيت ولا لا. هجيب الطبق الظريف ده ونحط بقى الخس كده نوزع كده الخس اللذيذ كده، ومعانا العيش العيش المحمص بالشكل ده. عايزه احط كده عليهم شويه من الدريسنج قبل ما احط الفراخ بس كده، وعايزه اجيب القرمه الصغنونه ونجيب سكينه وناخد الفراخ المشويه دي مثلا نقطعها كده شرايح عشان نحطها على وش السيزر سالاد اللذيذه. طبعا لما بتبقى بقى ايه سخنه بتبقى حلوه قوي. عايزه تحطوا للفراخ كمان اي اعشاب زي الزعتر مثلا او الروزماري مفيش مشكله كده،
بهذا الشكل الظريف كده، شويه جبنه وتاني شويه من الدريسنج اهو كده اهو، بس كده هحط عليه برضو شويه عيش محمص مره كمان وشكرا. احنا مش حاطين مايونيز، احنا حاطين زبادي مع الفراخ المشويه، فهتبقى سلطه ظريفه جدا. واحنا عاملين واحده هناك اهو، ان شاء الله تعجبكم. وصفه سهله قوي قوي للسيزر سالاد زي اللي بناكلها بره واحلى كمان. بس كده، يا رب تكون الحلقه النهارده عجبتكم. عملنا اول وصفه مع بعض التشيكن رول، حلوه جدا وسهله قوي زي ما انتم شايفين، ما خدتش وقت خالص، طعمها ظريف. اهتمي بالتركات اللي انا قلت لك عليها، هتاكليها حلوه جدا ان شاء الله. والوصفه الثانيه السيزر سالاد، لذيذه جدا وسهله قوي، وكمان قابله للاضافات. ممكن تحطوا فيها شرايح من الزيتون مثلا لو بتحبوا نوع معين من الزيتون، عايزين تحطوا مثلا حتت من الجبنه الفته اللي متقطعه مكعبات، او الجبنه التلاجه اللي هي الدلعه دي برده بتبقى حلوه جدا. عايزين تحطوا شرايح من الخيار، فاصوليا خضراء، ذره صفراء، هي يعني هتقلب بقى مش سيزر سالاد بس، هتبقى ظريفه جدا برده لو تحبوا. جربوا الوصفات وقولوا لنا ايه رايكم. بشكركم جدا ان انتم تتفرجوا عليا. شوفوني كل يوم الساعه 1:30 على قناه النهار في برنامجكم اكله بيتي. باي باي.